أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالكفاءة والفعالية التي برز بها منتسبو قوات الدفاع في تحقيق الأهداف والمهام والتضحيات في ساحة المعارك خلال مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الشرعية وعملية إعادة الأمل بالجمهورية اليمنية الشقيقة والتي عكست مستوى الجاهزية القتالية العالية. كما نوه سموه بالجهود الإنسانية والإغاثية التي شارك فيها رجال قوة الدفاع البواسل في اليمن الشقيق. وأكد سموه أن هذه الجهود هي محل فخر وتقدير الجميع، داعيا سموه الله أن يرحم الشهداء ويمن بالشفاء على الجرحى. جاء ذلك لدى تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله صباح اليوم بزيارة الحرس الملكي بحضور معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. ولدى وصول سموه يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى ميدان الاحتفال، كان في الاستقبال العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. كما تشرف عدد من كبار الضباط بالسلام على سموه، ثم عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي، ثم تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتفقد طابور العرض الذي اصطف لتحية سموه. السلام الملكي، سلام، قف. الواجب الخاص رقم 7 وحدة التفتيش سي أذنكم من طابور العرض.
سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب السمو الملكي، نفخر اليوم بزيارتكم للحرس الملكي ونرحب بسموكم أجمل ترحيب، حيث يتشرف أبنائكم في قوة الواجب 7 بتكريمكم لهم، وهذه إحدى قوات الواجب التي عادت مؤخراً من جبهات وميادين القتال من أرض اليمن الشقيق دفاعاً عن عروبته وسنداً لحكومته الشرعية. دائماً ما أن أجد نفسي عاجزاً عن وصف ما رأته أعيننا من صفات يتحلون بها تجاه ربهم ومليكهم ووطنهم وعروبة منطقتهم، والحق والشكر لهم لا نوفي به، من كان هم قبلهم ومن هم الآن في ميادين المعارك ومن هم بعدهم. سيدي صاحب السمو، إن التوجيهات الملكية السديدة لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وأعز ملكه، ومن خلال دعمه المتواصل واللامحدود لكافة الكتائب والوحدات والقطاعات العسكرية في قواتنا المسلحة الباصرة للمضي قدما والنهوض بها تنظيما وتدريبا وتسليحا وتحديثا لتكون على أهبة الاستعداد وبكامل جاهزيتها، وكما أرادها سيدي صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه درعا للوطن وسياجه المنيع وسندا لأشقائنا في دول مجلس التعاون. سيدي من هذا المنطلق نسعى في قوة الدفاع لتحقيق رؤى تطلعاتكم الثاقبة في أهمية المحافظة على المستوى ليصبح أفرادنا وضباطنا ذو احترافية عالية لمواكبة متطلبات المرحلة والتعامل مع متغيرات العصر والتحديات التي تواجهها دولنا الخليجية وأقليمنا العربي. كما لا يسعني إلا وأن أذكر بالإضافة إلى ما نقوم به من مهام، فإن قواتنا بالواجب تقوم كذلك بتقديم الأعمال الإيقافية وتقديم المعونات الإنسانية للشعب اليمني. سيدي أيضاً أود أن أشكر صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لتذليل جميع الصعاب التي نواجهها سواء في التحضير داخل المملكة أم في احتياجاتنا بداخل الأراضي اليمني الشقيق أم بالحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. وهناك مقولة تنطبق على ما يقام به من عمل ومتابعة وإخلاص من سيدي معالي القائد العام، وهي العقلية الممتازة تتحدث عن المعركة، أما العقلية العظيمة تتحدث عن إدارتها وإدامتها. وفي الختام أدعو الله العزيز القدير أن يحفظ سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه سنداً ودخلاً للأمة العربية الإسلامية، وأن يديم عليه دوام الصحة ولباس العافية، وأن يحفظ مملكتنا ودولنا الخليجية من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تفضل سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتقديم الأوسمة التقديرية لضباط وضباط صف وأفراد واجب العمليات الخاصة من الحرس الملكي، والتي تفضل بمنحها لهم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، تقديرا لهم على جهودهم في دعم الشرعية وعملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة. حضر الاحتفال سعادة وزير شؤون الدفاع وسعادة رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار ضباط قوة الدفاع.